عندنا هنا مثال آخر كيقول فيه الله لموسى عليه السلام، علاش قلنا دائما بأن هو القلب كتلقاه فقط في النصوص التوراتية؟ لأن هذا هو السر، هذه هي خاصيته هو القلب. هنا مثال كيقول الله لموسى: لخ في أمر تائل بارعو كو أمر أدونا إلهي إلهيم. لخ في أمر تائل بارعو كو أمر أدونا إلهي إسرائيل، إلهي بني إسرائيل. لخ هي فعل أمر بمعنى اذهب، في أمرت ترجمة الحرفية وقلت، والمقصود وقل، لأن هذا هو دور واو القلب هنا، أن حولت فعل الحاضر إلى أمر. لخ في أمرت البارعوك وأمر لدناي وأمر لدناي إلهيم، اذهب إلى فرعون وقل له هكذا قال السيد الرب أو السيد الإله. معنى آخر، معنى ثاني: لو يهي شمخة، هادشي كله عندنا في سفر التكوين، هاد الأمثلة اللي كنعطيوها ديال واو القلب كلها مقتبسة ومأخوذة من سفر التكوين. ها هو مثال آخر عندنا هنايا، كيقول ليه الله، كيقول الله هنايا ليعقوب: لو يهي شمخة عود يعقوب فيها يا شمخة إسرائيل، حيت الله بدل لي السمية من يعقوب عليه السلام إلى إسرائيل عليه السلام. لو يهي شمخة عود إسرائيل، هو محل الشاهد عندنا، هي واو القلب، في هيا وكان، الترجمة الحرفية وكان، في هيا شمخة اسمك، في هيا شمخة إسرائيل، ترجمة الحرفية، ترجمة هي هذه: لا يدعى اسمك بعد اليوم يعقوب بل ستسمى إسرائيل. الترجمة الثانية: لا يكن اسمك بعد اليوم يعقوب وليكن اسمك إسرائيل، يعني في المستقبل ابتداء من الآن فصاعدا، اسمك لا يعود يعقوب بل سيسمى وسيصبح إسرائيل. لو يهي شمخة عود يعقوب فيها يا شمخة إسرائيل، حنا محل الشاهد عندنا هو فيها يا شمخة إسرائيل، وكان اسمك إسرائيل، ما عطاش المعنى، والمقصود هو وليكن أو سوف يكون وسيكون شمخة اسمك إسرائيل. لو يهي شمخة عود يعقوب فيها يا شمخة إسرائيل.